الإلكتروني للكنيسة الأنجليكانية، لكن رفض عرضه في صلاة السينما سيغذي النقاش في شأن تعميم السياسات العلمانية في مختلف ميادين الحياة في بريطانيا. الجزء الأول من ساعتنا انتهى، يمكنكم دوما متابعة آخر الأخبار والتقارير على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com وعلى صفحتنا على فيسبوك وتويتر. يمكنكم أيضا المشاركة بأرائكم في برامجنا ومشاهدة البث الحي على الموقع أيضا. جولة على هذا الموقع تأتيكم بعد قليل. يمكنكم متابعة بثنا التلفزيوني والإذاعي الحي على موقعنا على الإنترنت. تصفح آخر الأخبار والتقارير الخاصة وملفات الصور والفيديو وشارك برأيك على صفحاتنا التفاعلية. بإمكانك مشاهدة برامجنا وتقاريرنا التلفزيونية على موقع يوتيوب. انضم إلى الملايين من متابعينا عبر صفحتنا على فيسبوك وعبر موقع تويتر. هنا لندن بي بي سي. بإمكانكم متابعة بثنا على الترددات الجديدة التالية على قمر هوت بيرد. هنا لندن بي بي سي. انتبه، قف، انتظر، اسمع، اسمع الخبر. تستمعون إلى نشرة الأخبار من بي بي سي في شكل جديد على راديو بي بي سي. أينما تكون الأحداث تكون بي بي سي. نقدم الأخبار بلغات أكثر من أي مؤسسة إعلامية أخرى، أحد أكبر مراكز تواجد الخبرات الصحفية في العالم. صحفيون منتشرون في دول عددها يفوق المؤسسات الإخبارية الدولية الأخرى. من تحت سقف واحد نخاطب العالم ب 27 لغة ونضيف بعدا محليا على الأحداث العالمية. هذه هي غرفة أخبار العالم. ساعتنا الإخبارية متواصلة معكم من بي بي سي. إليكم العناوين. بوتين وخامنئي يرفضان من طهران فرض أي قرارات سياسية خارجية لتسوية الأزمة السورية. أولاند يعلن عن تكثيف الضربات الجوية على مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وكاميرون يعد بمزيد من التعاون. القبض على مجموعة أخرى في العاصمة البلجيكية من المشتبه في تورطهم في هجمات باريس والإبقاء على حالة التأهب الأمني عند أعلى مستوياتها. إقبال ضعيف على التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب المصري. إذن كانت هذه هي عناوين هذه الساعة الإخبارية. قبل أن نعرض للتفاصيل أتوقف إياكم مع أبرز اختياراتكم كما نشاهدها حاليا على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com. عناوين كثيرة تتصدر هذه الصفحة. في رأس الصفحة: كاري يبحث سبل بناء تحالف للمعارضة السورية في أبوظبي. وزير الخارجية الأمريكي سيصل إلى أبوظبي اليوم للقاء مسؤولين إماراتيين وسعوديين لبحث بناء تحالف للمعارضة السورية. يقول ومحادثات السلام مع ممثلي الحكومة السورية، وذلك قبل مؤتمر فصائل المعارضة الذي من المقرر أن تستضيفه السعودية الشهر المقبل. الجيش المصري يقتل 5 مهاجرين سودانيين أثناء محاولتهم التسلل لإسرائيل. تعليق رحلات جوية شرق المتوسط بسبب حملة روسيا على سوريا. أجهزة الأمن البحرينية تستمر في تعذيب المحتجين، هذا التقرير لهيومن رايتس ووتش. اشتباكات
في مظاهرة مناوئة للإسلام في أستراليا. بدء التصويت لليوم الثاني في المرحلة الأخيرة من انتخابات البرلمان المصري. اليوم الانتخابي شرف على نهايته. المصريون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب. هذه المرحلة من الانتخابات تجرى في 13 محافظة، منها العاصمة القاهرة وشمال وجنوب سيناء. يتنافس في هذه المرحلة أكثر من 2000 مرشح لشغل 282 مقعدا، بينهم 222 للمستقلين و60 للقوائم الحزبية في مجلس النواب الجديد. الدستور المصري يمنح الرئيس حق تعيين 28 عضوا الباقين. كانت السلطات المصرية قد أعلنت نشر أكثر من 160 ألفا من عناصر الجيش المصري لتأمين هذه المرحلة من التصويت التي تنتهي اليوم. حول هذا الموضوع معي الآن من مدينة السويس مراسل بي بي سي محمد حميدة. مرحبا محمد، كيف تسير الأمور عندك في السويس؟ على المستوى الأمني تسير الأمور بشكل جيد، ليس هناك من خروقات كبيرة إلا الخروقات الطبيعية التي تحدث في كل مرة تجري فيها الانتخابات. هناك محضر حرر بتوكيل مزور لأحد مندوبي المرشحين، وهناك أيضا بعض الشكاوى من بعض المرشحين لبعضهم البعض من رشا انتخابية لحث ربما بعض المواطنين على الدخول في معترك الانتخابات أو الاقتراع. المسألة بالنسبة للمقترعين ما زالت هادئة، ما زال الإقبال ضعيفا، رغم أنه يعني الدوامات قد انتهت تقريبا منذ حوالي 3 ساعات، وباقي على انتهاء التصويت حوالي 3 ساعات ونصف الساعة تقريبا. ولكن الحالة بشكل عام هنا في محافظة السويس وأيضا في محافظات أخرى يعني ما زالت هادئة، والإقبال ليس كبيرا بالمعنى الذي أو حتى ليس متوسطا، يعني أقل من المتوسط، وقد يكون ضعيفا بالفعل في محافظة السويس، لا يرقى إلى مستوى في تقريب اليوم الأول، وأيضا حتى الآن بالنسبة لمستويات التصويت في حوالي من 10 إلى 12% من عدد 400 ألف صوت تقريبا، يعني نتحدث على حوالي 40 ألف صوتا قد تنتهي بهم أو ينتهي بهم هذا اليوم أو تنتهي بهم الاقتراع في الجولة الأولى من المرحلة الثانية. ما هي خصوصية السويس في المشهد الانتخابي؟ السويس أعتقد أنه يعني لها خصوصية في أنه حزب النور السلفي ينافس فيها في المقاعد الفردية، يعني 50 مرشحا 16 منهم فقط هم حزبيون والباقي مستقلين، وهذا أيضا يعطي مؤشر هام على أن المستقلين أكثر بكثير، وهو مؤشر تقريبا يسري على معظم المحافظات، وبالتالي ليس هناك أيديولوجية مخصصة بالنسبة للأحزاب تسري ما بين المستقلين أو حتى شكرا لك يا محمد، واعذرني على مقاطعتك، ولكننا نتحول الآن إلى مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.